السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. اليوم راح نتحدث في موضوع Direction of Rotation of the Worm Wheel. بالطبع شنو أهمية تحديد اتجاه الـ Worm Wheel؟ في تحليل القوى هنالك نعرف ثلاث مركبات للقوة المحصلة على السن، وهذه القوى الثلاثة أو المركبات الثلاثة يعتمد اتجاهها على اتجاه دوران الورم والورم جير. هنا نشوف هذا هنا جو الورم، وهنا هذا الورم ميل. الورم حسب ما قلنا هو برغي، الى اسنان مثل البرغي. هو الورم ويل هو ترس، فمن يدور هذا الورم راح يدور عندنا الورم ويل. The worm is the driving element. في هذه المنظومة يكون دائما الورم هو الـ driving element. While the worm wheel is the driven. لأن لا يمكن نقل الحركة من الورم ويل إلى الورم. صار عندنا مثل ما تحدثنا بالدرس السابق، صار عندنا self looking، سير قفل ذاتي للحركة. أيضا راح ناخذ هذا كمثال، نعتبر أن الورم هو right handed threads، right handed threads أسنانه باتجاه اليمين، أسنانه باتجاه اليمين. معناها أنه الميل ماله من الأعلى للأسفل يتجه نحو اليمين، أو أنه إذا الآن استخدمنا اليد اليمنى وضعناها على الورم هذا، فنشوف الإبهام راح يتجه باتجاه الأسنان هذه. أيضا النقطة الأخرى اللي راح نفترضها هنا في هذا التحليل لل معرفة اتجاه الدوران بالنسبة للورم ويل، أنه نفترض بأنه الورم rotates in anti-clockwise direction. بالطبع هذا هو front view، وهذا عندنا هو right side view، يعني ناظرين من هذه الجهة إلى هاي المنظومة، هذا الورم وهذا الورم ويل. هذا مسقط جانبي أيمن. حتى نحدد اتجاه الدوران of the worm wheel the following must be specified. لازم نحدد هاي الأشياء اللي ذكرنا قسم منها قبل قليل. أولا نحدد منو الـ driving أو الـ driven، مثل ما قلنا بأنه دائما بالنسبة للورم جير درايفز الورم هو الدرايفينج. كذلك نحدد اتجاه دوران الدرايفينج. هنا هسه افترضنا بأنه اتجاه دوران الورم هو باتجاه عكس عقرب الساعة. كذلك يجب أن نحدد the hand of the worm gear whether right hand threads or left hand threads. بهذا المثال أيضا أخذنا right hand threads worm gear. مثل ما قلنا شو راح نحدد؟ حددنا اتجاه الدوران، قلنا جاي نفترض بأنه الورم جاي يدور عكس عقرب الساعة. احنا ناظرين له من هاي الجهة، من ننظر له من هاي الجهة
يعني إذا أخذنا هاي النقطة مثلا، فنشوف راح تتحرك من الأسفل إلى الأعلى، راح تتحرك من الأسفل إلى الأعلى إذا نظرنا من هاي الجهة. لكن إذا نظرنا من هاي الجهة راح تتحرك من الأعلى للأسفل، بما نحن ناظرين من هذه الجهة فهذا راح تتحرك من الأسفل إلى الأعلى، هذه تتحرك من الأسفل إلى الأعلى. نرسم السهم اللي هو مثل اتجاه حركة الورم. أيضا بما أن هذا الورم هو right hand thread، فنستخدم اليد اليمنى. هاي هي اليد اليمنى، هسه وضعناها، وضعنا اليد اليمنى، وأيضا نجعل الأصابع باتجاه نضع الأصابع باتجاه الدوران، باتجاه نضع اتجاه الأصابع باتجاه الدوران. هسه هي بالضبط موضوعة، فشوف هي موضوعة اتجاه الأصابع باتجاه الدوران. الآن ايش راح يصير عندنا؟ الإبهام راح يشير لنا إلى هاي الجهة، الإبهام راح يشير إلى هاي الجهة، الورمويل راح يدور عكس الجهة هذه، هذا يأشر هذا الاتجاه، والورم راح يدور بعكس الاتجاه. إذن الإبهام يأشر بهذا اتجاه الدوران، الورم هو عكس اتجاه الدوران. هكذا نستطيع أن نحدد اتجاه دوران الورمويل بالنسبة إلى اتجاه الورم، بالنسبة إلى ورم له right hand threads ويدور باتجاه عكس عقرب الساعة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.